حيرة وتذمر وشكوك جابت بخطر عدد من التجار في السوق المركزية بالمنستير. السبب خلع محلاتهم دون سابق إعلام. اتهامات وجهت للإدارة البلدية بالجهة، وهذه الأخيرة تنفي وتوضح موقفها من الموضوع. كاميرا الأنباء رصدت الحادثة. السوق المركزية بالمنستير شهدت بلبلة بعد أن أفاق بعض التجار والمنتفعين وحسب ما صرحوا به على خلع لمحلاتهم وحجز لبضائعهم من قبل البلدية في ساعة متأخرة ودون سابق إنذار. باب هذا نقاه كله مترور بالليل، يعني تعدوا علينا تقريبا ماضي ساعة متاع الليل وهزوا لي سلعة. عندي المرأة واخذة قرض مليون ونصف مشات لبنيك رزال بجابت سلعة، وعندي سبابة الناس وسبابتي انا يعني نصلح في السبابه هنايا، ما خلاولنا علاش نرقد. والباب هزوه هسر خلعوه هزوه. نجي نعاون مع بيا باش معناها باش نسترزق كيما الشباب الكل، باش نعيش، باش نجم نصرف، باش نجم نلبس حاجه. وبيا ياكل في خبزه معناها كل يوم بيومه، احنا كي يوم يتسكر الحانوت نتاع بيا ما نقاش ما ناكل انا. جاتني مكالمه هاتفيه ما في 3 بتاع الصباح، جيت نجري تفاجات. ما راني كان تشوفوا في الحاجه، السلعه فوق ال 40,000 دينار هزوها وابتر الحاله. اتهامات للبلدية ينفيها المشرف على السوق المركزية ويوضح. البلدية مجبورة عليها الأشغال هذه ما تتم إلا في الليل، خاطر في النهار فما المواطنين بزايد وما نجموش يقوموا بالأشغال، خاطر فما تلوث وفما تشويش ومعناه والمساحة تلقاها مستغلة من طرف المواطنين. احنا ما قمناش بعملية تهديم. السوق الكل هو سوق بلدية المسير، ما عندناش املاك الغير معناها اللي قمنا بالتهديم تاعها. حبينا الناس المنتصبين بصفة غير قانونية وبصفة غير أخلاقية باش نحلوا لهم مشاكل. من جهته أكد رئيس نقابة التجار بالسوق على أن التدخل في محله ويتيح المجال لتهيئة المكان لمستحقيه. كلموه البلدية نبعث عليه أو لامس بعض البلدية، قال لنا 19 ولادي. بعد له قداش مرة مش ما قالوا له السيد. وقالوا راه باش نعمل اتجاه نبدل معناها الباب، باش نبدل الباب من قدام باش نحسنوها ومش مشكله. قال لا ما تبدلوهاش ما تعملوهاش. جيت من الاول باش نبني، اعطوني الترخيص، عرضوا لي هو عرضوا لي مرته واولاده وصب منهم فهمتني قدام الامن، صب على ولده هذا، صب على روحه ليسونس وقال نحرق روحي. فهمتني بالنسبه فهمتني ولا قامت البلديه بتسكير الباب وباش تحلوا باب اخر. قامت البارح فهمتني وليه ماك تعرف انت فلوس المارشي فهمتني، الا ناس فضلوا وناس تمشي تقضي وكذا فهمتني ما نجموش يخدموا الاشغال. بين التصدي للانتصاب الفوضوي وتهيئه السوق تعترض بلديه المنستير معضله احقيه الاستغلال في فضاء صار مزدحم ولا يكفي الجميع.